أهلا وسهلا بكم في قناة ترددات، وبس الآن نعرض عليكم تردد قناة الرابعة الرياضية الجديد على النايل سات. قناة الرابعة الرياضية الجديد على النايل سات هي من أهم القنوات الرياضية في الوقت الحالي، ويبحث عنها الكثيرون من عشاق كرة القدم في العراق والوطن العربي، وذلك لأنها تعرض مباريات تصفيات كأس آسيا لكرة القدم، وذلك بشكل حصري على شاشتها. قناة الرابعة الرياضية هي قناة عراقية تقوم ببث مباريات كرة القدم بشكل خاص، كما تتطرق إلى عرض بعض الرياضات الأخرى على شاشتها مثل السباحة وكرة السلة والجري وغيرها من الرياضات الممتعة، وذلك لتلبية الأذواق المختلفة للمشاهدين. وتعرض قناة الرابعة الرياضية سبورت في الوقت الحالي تصفيات كأس آسيا لكرة القدم، ولعل هذا ما أهم يميزها عن القنوات الرياضية الأخرى، وذلك لأنها تعرضها بشكل حصري ومنفرد بعد أن استطاعت الحصول على حقوق نشر هذه المباريات عبر شاشتها بشكل مباشر. وتم إطلاق بث قناة العراقية الرياضية الرابعة عام 2022، ونالت استحسان ومتابعة آلاف المشاهدين في وقت قصير، وذلك لمحتواها الفريد والمميز وامتلاكها مجموعة من أفضل مقدمي البرامج الرياضية في الوطن العربي. وتعرض فضائية الرابعة الرياضية العراقية مباريات كرة القدم الدولية والمحلية، كما تقدم مجموعة من البرامج الرياضية المتنوعة والتي تناقش أهم القضايا الرياضية التي يتابعها المشاهدون باستمرار. تردد قناة الرابعة الرياضية 2022، يوجد تردد واحد على القمر الصناعي نايل سات، ولا يوجد تردد آخر على القمر الصناعية الأخرى. القمر الصناعي نايل سات التردد 11334، على استقطاب افقي، معدل الترميز 27500، معامل التصحيح 5:6، الجودة HD. اذا تردد قناة الرابعة الرياضية 2022 على القمر الصناعي نايل سات، القمر الصناعي نايل سات التردد 11334، على استقطاب افقي، معدل الترميز 27500، معامل التصحيح 5:6، الجودة HD. اذا نكرر واخيرا، تردد قناة الرابعة الرياضية 2022 على القمر الصناعي نايل سات، القمر الصناعي نايل سات الاستقطاب افقي التردد 11334، الاستقطاب افقي، معدل الترميز 27500، معامل التصحيح 5:6، الجودة HD. اسم القناة على قائمة القنوات الرابعة سبورت، وبذلك نكون قد وفرنا لكم تردد قناة الرابعة سبورت العراقية بجودة HD فائقة الجودة والوضوح. لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.